ورح ننتقل مباشرة لحمد سيف الريامي، مخرج وناقد سينمائي وصاحب تشانل سينما في سينما، صح؟ نعم، سينما ان سينما يوري ان سينما. اهلا وسهلا في الفيلم الامريكي. نبلش بالفيلم الامريكي اللي هو ويند ريفر. ويند ريفر، تفضل. اولا بتكلم عن الفيلم هذا بالذات لأن تأخرت في مشاهدته، وأنا ندمان إني تأخرت في مشاهدته يا إبسال، لأني كنت مسافر برا البلاد في الهند. والهند ما تعرف، الله يسلمك، والهند ما تعرض أفلام أمريكية بشكل كبير، يعني عادة تتأخر الأفلام الأمريكية، وهذه الأفلام خاصة هالنوعية مثل فيلم ويند ريفر أو أفلام الآرت موفيز تأخذ وقت طويل عشان تنزل هناك. فالحمد لله لحقت على الفيلم في الإمارات، شفته أمس، وهو من الأفلام اللي هي الإثارة والغموض في نفس الوقت، لكن مصنوع هذا الفيلم بنمط فني مغاير. يعني كيف أقول لك، يعني مثلا لو شبهناه بأفلام السيناريو أو أفلام الأور هاي ووتر اللي تعتمد على الحوارات، تعتمد على الدراما، هذا الفيلم موجود فيه. شو السبب لذلك؟ المخرج والكاتب تايلور شيرديان، هذا المخرج والكاتب هذا أول عمل يخرجه على فكرة، بس هو كتب في السابق أفلام كبيرة، من أمثالها اللي ذكرت لك فيلم سكاريو وفيلم هيل أور هاي ووتر، اللي الفيلمين اللي ترشحوا لجائزة الأوسكار كأفضل سيناريو. فهذا أول هذا. هذا الفيلم يتكلم، اللي تكلمت عن قصة واقعية حدثت في أمريكا في الحياة البرية، حيث أن في شخص ما كوري لامبرت هو عميل لدى المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية، يكتشف جثة في هذه البرية والوعرة لمحمية اسمها ويند ريفر. طبعا هو يرسل حق المحققين في الفيدراليين، يرسلهم رسالة ان هناك في جريمة حصلت او جريمة قتل على حسب ما هو شاهده هناك، ويجيبوا له واحدة من الاس بي اي اللي هي شخص يعني امرأة حديثة في الشغل هذه واول مرة تشتغل، ولا هي متعودة ايضا على الطقس البارد اللي هم عايشين فيه. هذا المكان على فكرة صوروا فيه نفس المكان، نفس الاماكن الواقعية، والطقس جدا بارد في هذا المكان، بحيث انك تشعر بهذا الطقس ايضا مع الفيلم. طبعا الفيلم من بعد ما هي تجي هنا، هم 90 نفس الشخص هذا الكوري، اسمه كوري الشخص هذا لامبر، 90 فيه على اساس انه تقدر عن طريقه تبحث عن آثار الجريمة، لأنه هو شخص يعني مطلع لهذا المكان. بس بعد مرور الوقت والأيام يكتشفون أمور، يعني عالم غريب وعالم مدمر وعنيف في هذا المكان. هذا طبعا أنا ما راح أتكلم عن الفيلم أكثر عشان ما أحرق الأحداث، لأنه لازم المشاهد يشوف هذا الفيلم، لأن النهاية جدا جميلة، يعني خلي شعر يكون نادر لحتى نشوف حمد يعني معجب جدا بموفي. نعم طبعا هو الفيلم اللي يساعد اخراج تايلور، اخراج تايلور صباحا طبعا هو كاتب السيناريو، بس اخراجه هنا ابدع بشكل يعني انا ما اقدر اوصفه، لانه هو كل مشهد في هذا الفيلم يعني اعطانا درس في الاخراج، بحيث انه كيف عمل وضعيه مثل ما تقولين التسلسل الاحداث اللي هي من بطء الى شويه سرعه الى شويه سرعه الى اسرع في نهايه الفيلم. هذا يعني ما يعمله ما ننسى يعني تمثيل بصير. جيرمي كمان والى طبعا 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 هو استعان بممثل جيرمي رينر. جيرمي رينر طبعا هو كان في البدايات كان يعني يعتبر ما بقول عليكم بارت، كان هو مثل ما تقولين من الممثلين المساعدين البسيطين، بس بعدين قام يعني وقته لمع نجمه من فيلم السوات بالافلام التجاريه طبعا، ودخل ايضا كجائزه ترشيح جائزه افضل سبورتنج اكتر في سنه من السنين. لكن في هذا الفيلم صراحه هو ابدع بملامح شكله، ابدع بطبيعته في الفيلم، انه شكله جدا طبيعي في هذا الفيلم وأداء جدا طبيعي. بس أنا أيضا أثني على الممثلة إليزابيث أولسن. هذه ممثلة يعني تقريبا ما أقدر أقول عليها مبتدئة يعني، بس هي في البدايات، لكن دورها كان فائق الجمال صراحة، وأدت دورها بشكل جدا جميل. أنا قبل ما أقول كم أعطيه، بس أقول لك في المشهد الأخير ليش أخلي شعر الجسم يقوم، لأنه في المشهد الأخير أنا هذا المشهد إذا بشوفه 4-5 مرات ما راح أمل منه، لأن هذا في درس إخراجي، واعتقد هذا المخرج على هذا المشهد المفروض يستحق ياخذ ترشيح للاوسكار لهذا المشهد. قد ايه بنعطيه كم نجمين؟ انا اعطيه هذا الفيلم 3.5 من 5. 3.5 من 5 ويند ريفر، موجود حاليا بصالات السينما بالامارات. بدي اشكرك حمد ونرجع لك بعد شوي.